بعد ست سنين بالصدفة أو عرفوا إن البيت اللي هو فيه تحت ده دافن فيه اتنين صاحبه ومراته. وبعدين هو اعترف في مخزن واحدة وفي اسكندرية مش عارفة فين. خمس ست سنين. أنا بقى عايزة أقول محدش أخد باله إنه الريحة محدش. شفتي بقى احنا دايما بننسى اللي احنا بنقراه اللي هو اللي احنا بنجيب منه. هو السؤال بيجيب منين؟ احنا بناخد الاحداث اللي هو يقول لك ايه ونزلته في العربيه عادي ومشيت. يا جماعه نزلته في العربيه ومشيت ده فيه اهو يعني لسه مش بتاع انا كان سكر فتنجي الجزء في المجدات مثلا من كام شهر. طب ازاي الشرطه متكاسله؟ لا لان ده بيحصل في العالم كله. يعني في مثلا بره بقعد انا اتفرج على حاجات بيعرفوا حل الجريمه بعد 30 سنه. انا حتى اقعد اقول يا لهوي بعد 30 سنه ده اللي اهل اللي مات ماتوا. يعني اكيد القتل ده اللي معيش لحد دلوقتي. فالحاجات دي طبيعيه ما يقفش عليها برضو غير لما يكون حد عايز يقول ايه لا ده مش معقول.